بشكر الرعاية المركزة. شكرا حضرتك يا دكتور، شكرا. احنا طبعا خدنا وجبه دسمه جدا جدا الحقيقه من اساتذه اكثر من متميزين، ومش عايز اقول لكم على حجم التفاعل من الاودينس الحقيقه، مجموعه اسئله الحقيقه ملهاش اول من اخر، جايه دليل على ان الكل متابع والكل مهتم جدا، لان ده موضوع الساعه، وكل ساعه يا عالم هيفضل موجود موضوع الساعه فور هاو لونج. الحقيقه عندنا اسئله، انا مش عارفه الوقت المتاح لي قد ايه للاسئله. دكتورة إيمان، دكتورة إيمان، لكن مثلا دكتورة إيمان ممكن أخش دقيقة واحدة؟ أستاذ دكتور طارق اتفضل. طبعا يا فندم، الحقيقة أنا معجب جدا 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 بجميع المحاضرات النهاردة، محاضرات النهاردة فوق مستوى الامتياز، كلها to the points، كلها سهلة وبسيطة، مغطية تماما موضوع الساعة. محاضرة الدكتور دالك كانت تحفة، دكتور خالد محاضرته أكثر من رائعة، زي ما حضرتك قلت أنت دكتور، جمع المعلومات دي كلها إمتى إن شاء الله يعني ما شاء الله. سندس بنتي طبعا ممتازة ممتازة ممتازة، دكتور عزة حقيقة موجه لها خالص الشكر على المحاضرة الجميلة جدا جدا، بروفيسور دكتور مارتي كان أكثر من رائع. أنا مستوى النهاردة فوق 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 الممتاز. أنا مفروض عندي محاضرة بعد أسبوعين، مش عارف أقولها إزاي، هم وضعوني في موقف صعب جدا إن أنا أقول محاضرة في مستوى محاضرات النهاردة. أنا فعلا قلقان، أنا ابتديت أقلق. المثل حضرتك ازاي محاضراته دائما دائما ده تواضع العلماء. لا والله، لا والله انا فعلا اتقل، محاضرات النهارده جميله، انا حبيت اخش، ان كانش ينفع ما اخشش. وجه خالص الشكر لاولادي وزملائي ويعني ضيوفنا، محاضرات رائعة جدا وأهلا بكم دائما، ربنا يخليك لينا. دكتور أشرف طبعا كان، دكتورة إيمان حقيقة النهارده المودريتورز كانوا مش عارف أقول إيه، قد إيه كانوا مسيطرين على الكلام حقيقة، نورتونا وشرفتونا، ومن غيركم أعتقد الاستيشن ما كانتش تمشي حلوة كده. شكرا 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 دكتور أشرف، شكرا دكتورة إيمان، ألف شكر لتواجدكم معنا، ألف شكر لاتحادكم الفرصة، وربنا يزيدكم من علمه ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب. ألف شكر يا دكتور طارق. إلى دكتور إيمان، كل التيم الرعاية عين شمس، ألف شكر ليك وعلى مجهودكم لتنظيم المؤتمر بالصورة الجميلة اللائقة بيك كما عهدنا كل سنة. ربنا يبارك فيكم ويجعل إن شاء الله عملنا في ميزان حسناتنا جميعا يا رب. Thanks Dr. Marty for your presentation, and we want to some donations from your CPAP device, the helmet device, if it's available يعني into our country. Always collecting donations. ايوه دايما collecting donations online، حتى ناخد donations يا رب من اسبانيا يدينا ببلاش donations يا رب. Give it private. really we will use this the device. It will يعني a lot في fever hospitals وكل isolation hospitals. لو كده available ان احنا هو يعني اللي هو CPAP او الهلمت CPAP او whole mask CPAP. That will benefit most other patients with needing oxygen desaturating without any place for ICU. يعني ده المشكلة كلنا بنقابلها يعني. Just Egypt, Spain وإيطاليا كمان يعني. بالمره بقى اطلبي السيباب فالف يا مش عندهم يا دكتور، مش عندهم سيباب فالف بالمره بقى. مش بيصنعوا، احنا ناخد الهلمت. في فرصه لاسئله ولا الوقت اخباره ايه؟ You can select some questions يا دكتوره ايمان، بس يعني نكتفي بخمس او ست اسئله يعني. طيب السؤال الحقيقه للاستاذه الدكتوره داليا وهو موجه ليها. ايوه اتفضلي حضرتك. الصوت مقطع يا دكتورة إيمان. طيب نعيد السؤال تاني للأستاذة الدكتورة داليا كده. أيوة. الصوت أحسن؟ أيوة يا فندم اتفضلي. الأستاذة
دير بروفيسور دكتور علياء قطبي بتسال حضرتك did you recommend cardiac investigations for all cases of covid 19 with respiratory manifestation ولا only for selected cases. It was my great pleasure ان دكتور علياء قطبي تكون سمعت الليكتشر وكانت متواجده معانا. ده من دواعي حظي وسروري وبحيي حضرتك وبقول لك مساء الفل يا دكتور علياء حبيبتي وشرفنا ان حضرتك كنت متواجده معانا. Regarding the cardiac investigations and the echocardiography in COVID-19 suspected patients, we will, according to the lecture, we are classifying them to typical and atypical. The typical patients who has respiratory symptoms. Atypical presentation was like Kawasaki-like toxic shock syndrome or HLH. Those patients, it's a must to do the cardiac investigation to them and also echocardiography. Recently, echocardiography enters in the protocol of management of COVID-19 suspected and confirmed cases. But for me and for the practical, just to the practical point, just to be straightforward to the practical points and from our practice, typical patient doesn't require cardiac investigation or echo, only the atypical patient. Thank you, Professor Dalia. الحقيقة في سؤال من زميلتنا العزيزة الدكتورة رانيا شتلة مش عارف إذا كنا نقدر نجاوب عليه في التوقيت الحالي وهو الإكسبيرينس أوف ريكارنس أوف كوفيد 19 إن ذا سيم بيشنت. طبعًا ده سؤال بنسأله لنفسنا كتير مش عارفة هل إحنا it's time to answer this question ولا still very early. برضه سؤال أستاذة الدكتورة حضرتك هو حضرتك حسب الريدنجز اللي قريتها في الجزء بتاع الاميولوجيكال ريسبونس للكوفيد 19 التي سيل سواء الميموري سيل او التي سيل الهيلبر الميموري تي سيل ريسبونس از ديفرنت ان ديفرنت بيشنتس يعني اكوردنج تو ذا بيشنت ريسبونس التي سيل دي لو ريكوجنايز الكوفيد 19 وعملت وشغلت الميموري سيل واشتغلت بالكفاءه بتاعتها الكامله It will recognize the virus next time, and if the patient gets the infection this time, it will be mild or even asymptomatic. While the T cell, according to the response, if the memory cell doesn't recognize this virus well, may get another infection, but for sure it will be less severe than the first one, maybe milder or asymptomatic. Thank you, Professor Dalia. What about for Professor Azza? A lot of questions actually, but some asking about the COVID-19 transmission by air condition. في بعض الناس اللي في العزل المنزلي دلوقتي مش بيشغلوا الاير كونديشن فهم عايزين يعرفوا الحقيقه هل كان they can use الاير كونديشن ولا له علاقه بالترانسميشن اوف COVID-19. بروفيسور عزه الطيب. ايوه كمان مع حضرتك هو طبعا كان في كلام كتير عن الريشن فالفان المراوح والاير كونديشن اثنين كان عليهم كلام كتير في الليترشر. That should not be used لو في عيان قاعد في اوضه isolated او قاعد الافضل ان احنا ما نشغلش لا الاير كونديشن ولا الفان وتبقى الاوضه well aerated يبقى الشبابيك مفتحه لكن اتمنع من عندنا كتير بالذات في اماكن العزل ان احنا يبقى مشغلين اي مراوح او اي اير كونديشن لان هما الاثنين source of transmitting infection وفي نفس الوقت هيبقى الأوضة البيبان مقفلة في شبابيك مقفلة فيش مود اريشن في الأوضة فقالوا لا ده أحسن نبقى في نورمال اير ومود اريشن عن طريق الهواء الطبيعي والشبابيك ولا إن احنا نقفل الأوضة ونشغل اير كونديشن. سؤال برضو لحضرتك عن البيست ميثود تو ستريلايز فيس شيلد. الفيس شيلد برضو يعني أول حاجة بعد ما بيستخدم لازم يتاخد يتغسل كويس جدا مية وصابون عادي زيه زي أي equipments يترش بالكول 70% ويتساب في برضه في بيبر باج لمده 24 ساعه لغايه السكند دوز بتاعه لكن مش بنحطه في اي بلاستيك باج زيه زي ال N95 يعني الافضل كل الحاجات اللي هنعمل لها ريوز اجين ما نحطهاش في بلاستيك باج بعد الاستراتيجي لكن البيست ميثود ان احنا في الاول يتغسل عادي بسوب اند ووتر وبعدين يتعمل استراتيجي بالكول ويتحط في البيبر باج ما تبقاش completely seen. Thank you, Professor Azza. Dr. Marty, actually, most of the audience thank you for your informative lecture. There is one question asking about the mask showed in the last is a diving mask.
with converter and HEPA filter? Is it for patients or for doctors? And can it be used for protecting doctors? So these masks have also been designed to and used to protect doctors, but there is an important the people were not happy because after 15 minutes, people were hypercapnic, very tired with headache. So this facial mask can be used to protect the healthcare workers, but for a short procedures. It means you are going to intubate a patient, you can use a face like this to protect yourself. Mm-hmm. If you are doing a tracheostomy, yeah, the ENT team, so it means that, but if you are going to use for 6 hours, you will die because you are going to be exhausted and very, very hypercapnic because you are rebreathing all the time. So we think it's much, much interesting to be used as a CPAP device, but then you should have a special connector that we have print with 3D printer, but we are planning to do with a plastic commercial way that is more solid and more robust than the 3D printer material. We have developed the PEEP valve, and we are buying the filters. Then we have the whole pack that is really, but they are only adult sizes. There is S, M, and L sizes, so not available for patients younger than 10 years. So, but nevertheless, so if you have a total mask and you can connect a PEEP valve and a filter to protect the exhalation of the virus, then you have a homemade device. Okay, thank you, Dr. Marty. Mm-hmm. Dr. Khaled, a lot of questions actually, but some are asking about using Avrizulid instead of azithromycin in patients with COVID-19. هما الاثنين بيستعملوا بس هما different indication. يعني هو الازيثروميسين ما بيستعملش بصفته antibiotic, بيستعمل بصفته immunomodulator. وزي ما قلت ان البيبر اللي كانت منشورة في فرنسا وعملت ضجة جامدة اول من موضوع الكوفيد ده ما ظهر, كانت على الكومباينيشن ما بين الازيثروميسين والهيدروكسكلوروكوين, وقالوا ان هو دي يعني محقق احسن نتائج عندهم. لكن بعد كده تبين هما الاثنين بيعملوا برولونجيشن لكيو تي, اللي بيعملوا لونج كيو تي, بيعملوا برولونجيشن لكيو تي. فلو البيشنت اصلا كان بوردر لاين ممكن يدخل في تروا دو بوين ويدخل في فيتريكولا فيبريليشن ويضاي منه, وعلش كده بقى بروهيبيتد الكومباينيشن ده. لكن الافرزوليد ما بيستعملش كامينو ميديليتور, بيستعمل بصفته انتيبيوتيك. بدل لو الفانكو, لو الحاله بقت فيرسا مثلا, عندك بيشنت وعنده شست انفيكشن والفانكوميسين مش جايب نتيجه, فانت بتستعمل افرزوليد انستيد اوف ات. خلاص, بس انا بس نصيحه للناس البارتيسيمنت اللي سامعيني, بلا الافرجوليد طبعا الزايفوكس شركه فايزر لما اخترعته هو كباودر لازم يتحل, وفي نفس الوقت لازم يبقى لايت بروتكت. فلكن في بعض الشركات الجينيركس منزلاه في ازازه كده شفافه ما هوش كفرد, فطبعا ده اجينست اصلا الاختراع بتاعه. فيعني فارجو بس الحرص استعمال الجينيريك اللي احنا نخلي بالنا لازم يبقى لايت بروتكتد, سواء اذا كانت في الحفظ بتاعه او في الاستعمال بتاعه. طيب استاذ الدكتور خالد, الحقيقه الاسئله حوالين الكوازاكي لايك سيمبتومز اللي كان بريزنتد بيها سام اوف ذا بيشنتس, وعايز اقول لحضرتك ان احنا استقبلنا حاله النهارده في الدمرداش موجوده في الاستقبال حاليا بكوازاكي لايك سيمبتومز. لسه هنكلم الرعايه عشان تاخدها ان شاء الله, بس في مكان يا دكتور لا تقلقي في افيلبل طلع الاستيرويد. بس هي الفكره كلها زي ما بقول احنا, هل ممكن لو العيان بتاعي دي دايمر بتاعه كان عالي برضو مور ذان 2x, يعني مور ذان 1, هنستعمل هندخل ايروفاريكسوبان بحيث ان انا بظبط الاي ان ار بتاعي يبقى في حدود من 2 to 3, ما يقلش عن 2 وما يزيدش عن 3.
ده بالنسبه للفولو اب بتاع ريفاركسبان اللي هو الزريلتو. الاستعمال اللي عايز تستعمل لو العين كوفيد وبريزنتد بمانيفستيشن كوازاكي لايك مفيش مانع ان انت عايز تعمله تديله اي في اي جي نو بروبلم، عايز تديله ستيرويد مفيش بروبلم نو بروبلم برضه، كل ده اللوت بس ان الفولو اب بالانفستيجيشن بالبليدنج تايم علشان الاسيليسيليت ما تعملكش مشكله، بالبي تي والبي تي دي والاي ان ار عشان الروفاركسوان ما يعملكش مشكله، بالفولو اب بالايكو وفريكوينت ايكو علشان لو لا قدر الله البيشنت دخل فيه انيوريزم كورونري انيوريزم نبقى في تدخل سريع. طيب سؤال مني انا الحقيقه دكتور خالد عن الايفرميكتين، لان بدات الناس تسحبه من السوق وتستخدمه. ما انا اقول لحضرتك هي الايفرميكتين الاستيرويد الحاجات الكتيره اللي بتقال في السوشيال ميديا هي الى الان الدوز اللي هي بتستعمل كانتي بارازيتك بعيده جدا 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 عن الدوز الافكتيف للكوفيد تمام، والسيفتي والافكتيفنس بتاعها ملوش مفيش اي بيبر منشور عنه. في واحد كان بعت سؤال على الكوشن انسر وانا رديت عليه، ممكن لو حضراتكم ترجعوا للسؤال. كل دراسات الايفرميكتين ان فيترو مفيش اي دراسه نهائي ان فيفو، واليوز بتاعه هيبقى يوزليس يعني. يعني انا بس في نقطه عايز ابينها للناس الشباب اللي سامعين وبرضه اخد راي حضراتكم فيها، هو الانتي فيروس كانتي فيروس احنا ما عندناش عند العيان ما بتشوفوش في المرحله اللي هو لسه في فيرال انفكشن وما حصلش عليه مانيفستيشن، انت ما بتشوفوش في المرحله دي خالص، لان ده بيشكل 83 من البيشنت 83% من البيشنت، وده ماشي في الشارع وما قابلنا في كل حته واحنا ما نعرفش ولا هو يعرف. المرحله الثانيه اللي بيشوف بيها البيشنت هو اوريدي دخل في الكومبليكيشن والمانيفستيشن بتاعه، دخل في انترافاسكولار جلوباثي، دخل في كاردياك افكشن، دخل في تشيست افكشن. فانا كوظيفتي كانتنسيفست لو انا بشوف ذيس بيشنت اللي انا تو جارد اجينست اند تريت بروبرلي وإيميدياتلي الكومبليكيشن اللي هتبقى موجودة، لأن هو دي اللي هتموت العيان. العيان مش هيموته إن هو عنده فيروس كتير في جسمه، مش ده اللي هيموته. اللي هيموته إنه جاله انترافاسكولار كوجليشن، اللي هيموته إنه دخل في رينال فيلير، اللي هيموته إنه دخل في ARDS، هو ده اللي هيموت البيشنت بتاعي. فأنا في وجهة نظري يعني المتواضعة إن إحنا ما نركزش قوي على ديا، لان احنا زي ما انتم شايفين حضراتكم البروتوكولز بتتغير، اللي الصبح بيبقى الملاك الرحيم بالليل بيبقى الشيطان الرجيم. فاحنا مش عايزين ندوخ الناس الجينيور ستاف اللي معانا ونخليهم ليل نهار قاعدين على الميديا، بس انا بقول بس ان 99% من الحاجات اللي بتذاع على السوشيال ميديا is fake. يعني انا طرحت بس قصه صغيره بتاع الاستيرويد، وبرده في كذا سؤال جالي على الاستيرويد. يا جماعه الاستيرويد ما بيستعملش غير في العيانين الاي ار دي اس بس، او في العيانين السيبتك شوك او ريفراكتي شوك اونلي، هم دول الثلاثه انديكيشن عندي. الراجل اللي نزل فيديو ربنا يسامحه اللي قال انا عليك تبني وعليك مراتي وعليك مش عارف ايه ومحتاجناش مستشفى، وسوري معلش تعبير يعني طز في الدكاتره احنا مش محتاجينهم في حاجه، انا هاتوا يا جماعه ديكساميثازون. الراجل بتاع اللي هو نقيب الصيادله منزل بيان ممنوع صرف اي استيرويد من الصيدليه الا بروشته طبيه، نتيجه الاقبال الجماهيري الشاسع على ان الناس تسحب الاستيرويد من الصيدليه، ودي حاجه فري دينجرس فيرال انفكشن. يعني انا بس حبيت بس استاذ دكتور طارق ظاهر ان انا اشكره على المديح اللي يعني نرجو ان نكون على استحقاقه، وطبعا دي بس مقدمه، واحنا عارفين طبعا انا سنستمتع وننبهر كالعاده بمحاضرتك يا استاذ دكتور طارق. سؤال الاخير للدكتوره سندس، الحقيقه ده مني انا يا سندس، الحقيقه انا انترستد في التايب ال وتايب اتش من البالمونري انفولفمنت، انا يعني الحته دي انترستد فيها جدا، فعايز اعرف الحاجات دي انت العيان بيعتمد على السي تي فايندينج فانا اقدر اشخصها كده وبالتالي اختار المود اوف فنتيليشن المناسب ليه، ولا ايه اللي بريدكت ان العين هيمشي تايب ال او تايب اتش؟ يا دكتور على سي تي فايندينج من كمان كلينيكالي لو العيان ريسبوند للريكروتمنت مانوفر بتاعنا، كل ما نزود البي بالساتوريشن بتاع العيان بيعلى يبقى ده ريكروتبل لانج يبقى ده اتش تايب. لو العيان وكمان الاكس راي بتاعته هيبقى فيها بايلاتر انفلتريتس وهتبقى وايت نيدلي لو انا احسن ناحيه الوايت لانج، لكن ال تايب هنلاقيها اللي هي مش هيبقى فيها الباتشز مش هيبقى ريسبوند للريكروتمنت مانوفرز بتاعتنا، هيبقى ده اكتر ناحيه ال تايب.
احنا ما شفناش ال تايب في اللي كان يعني احنا طبعا اكسبيرينس بتاعتنا قليله مش 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 كبيره يعني حضرتك عارفه طبعا عينين بيدخلوا عندنا معجبوا الاتش تايب احنا ما شفناش ال تايب بس هم المكتوب في الـ في البيبرز المنشوره ان هم عينين دول هي بوكسيك ومش بيرسبوند للتايتريشن بتاع البي بتاعنا او ريكروتمنت بتعمل الاتش تايب هو شبه الاس ده اللي هم كانوا كاتبينه يعني احنا ما شفناش ال طيب فمش حضرتك عدد الاسئله عدد كبير ان شاء الله نبعتها للسبيكرز ان شاء الله للاجابه وتبقى موجوده بعد كده على البيج استاذ الدكتور اشرف هو الحقيقه يعني انا شاكر طبعا دكتور ايمان انت خطتي الاسئله الحقيقه الاكثر اهميه ودي عشان الاستفاده بتاعت الاودينس اعتقد السيشن الحقيقه كانت فيري فروتفول انا كراحد محايد اشهد انه هذه السيشن كانت مفيده على مستوى البراكتس واعتقد ان هو ده المين تارجت او المين اين تو هيلب امبروفينج ذا براكتس وبالذات من زمايلنا اولادنا اللي هم فرونت لاينرز يعني انا بشايف انه يعني اذا كان في مسج عاوزين ناكد عليها في النهايه هو السيفتي سيفتي فور ذا دكتورز اند سيفتي فور ذا بيشنتس دي الاساس دي الاساس ثم بعد كده الحاجات البيزك اللي احنا عارفينها اللي احنا بنستخدمها كويس وعارفينها كويس وبعدين بيجي بعد كده الديتيلز فيعني دايما بنبقى مرتبين مخنا الاولويات بتاعتنا يبقى ايه وانا اعتقد ان هو ان شاء الله انه الجلسه دي ممكن تفيد او تضيف الكثير ان شاء الله للوركرز الهيلث كير وركرز في الانتنسيف كيس انا بشكر جميع المشاركين الحقيقه على هذه الجلسه وبشكر المنظمين لهذا المؤتمر طبعا على راسهم استاذ دكتور خالد استاذ دكتور طارق عبد الجواد واستاذ دكتور حنان استاذ دكتور ميرفت دكتور سوندوس دكتور احمد رزق وبشكر كل المشاركين طبعا الاساتذه المشاركين الاستاذه الدكتوره داليا الاستاذ الدكتور عزه الاستاذ دكتور خالد طبعا دكتور مارتي يعني كل المشاركين الحقيقه كانوا اكثر من رائعين شكرا جزيلا Excuse me, أنا عايزة بس clarify something بعد إذن الأساتذة الكرام اللي معانا عشان بس حكاية الـ CRP اللي هو بيبقى نيجاتيف في بعض الحالات و سوري الـ PCR اللي بيبقى نيجاتيف في بعض الحالات مع إن clinically الحالة ماشية typical or atypical presentation according to the lab and the clinical picture الـ polymerase chain reaction أو الـ PCR اللي بيتعمل للحالة لازم يتعمل في day one of appearance of symptoms يعني قبل كده هيكون mostly false negative قبل ما تظهر symptoms day one of symptoms ده الـ accuracy بتاعه بيكون up to 85% to up to day 4. After day 4, the false negativity prediction هتبدأ تعلى تاني. يعني false negative بعد day 4 of infection أو day 5 بالكتير. يعني هم الخمس أيام if symptomatic patient الـ PCR هنلاقيه positive. طبعاً الـ PCR المفروض له تكنيك معين ولازم يبقى بيدخل جامد جوه النيزل ميوكوزا أو في النيزوفارنكس من ورا فالمانوفر بتاعه لازم يكون very deep كمان لازم يتحلل خلال 4 ل 8 ساعات بالكتير الاناليسس بعد كده ممكن نفقد الفايرال ديتكشن ريجاردنج الرابيد تيست هو ديتكت الاي في ديتكت الاي جي جي او الاي جي ام لازم يكون الاي جي جي نسبته في البلازما او في او في البلد اللي متاخد او في النيزل ميكوزا او كده لازم يكون في الفلويد اللي انا واخداه لازم يكون اكتر من 99% ساتوريشن يعني كميته لازم تكون عاليه جدا عشان رابيد تيست ديتكت الاي جي جي وكمان النيجاتيفيتي اوف الدبليو اتش او قالت ان النيجاتيفيتي اوف بي سي ار دازنت اكسكلود الكوفيد 19 في وقت الانفكشن اللي احنا فيه دلوقتي لو احنا شايفين سيفير سيستميك انفلاماتوري رياكشن وسيفير سيستميك اورجان مالتي اورجان ديس فانكشن ونوت ريسبوندنج للميديكال تريتمنت كونسيدر ذس بيشنت كوفيد حتى لو البي سي ار بتاعه نيجاتيف لان احنا مش متاكدين من التكنيك لازم تو كونسيكوتيف بي سي ار نيجاتيف بينهم 24 ساعه على الاقل تو تيل ذات ذس بيشنت از نوت كوفيد 19 وفي الاخر ريكومنديشن بتاعهم بيقول ان احنا كونسيدر هيم كوفيد حتى لو انا ما عنديش التكنيك واتعامل معاه لان هو كوفيد علشان احنا في ايرا اوف كوفيد 19 انفكشن دلوقتي شكرا استاذه الف شكر شكرا شكري للاستاذه دكتوره
إيمان فودة والأستاذ الدكتور أشرف عبد الباقي لإدارتهم الرائعة للجلسة. إحنا بنختم الجلسة وبنفكر جميع الحضور إن إن شاء الله الويف الثانية من المقابل 8 مساء هتبقى سيشن إن شاء الله أكثر من رائعة عن الكريتيكال إنفكشن، هيبقى فيها ريل كيس بريزنتيشنز من أرض الواقع، وهيبقى في إيمننت بروفيسورز هيعملوا أناليسيز للحالات. وتاني يوم بقى هتبقى سيشن برضو خطيرة جدا، سيكريتس اوف راديولوجي في الاي سي يو، اساتذة الراديولوجي الحقيقة هيقولوا لنا معلومات ان شاء الله ان شاء الله تبقى مفيدة لكل البيدياتريشنز. ونشكر الجميع وتصبحوا على خير. شكرا لكم. شكرا لكم.